السلام عليكم، هات نبلش شرح هذا السؤال. هذا السؤال كثير سهل، بقول لك اوجد الفورس بي، القوه بي، حتى تفتح البوابه اللي عرضها 2 متر. عرضها 2 متر قصده انه لجوه 2 متر، يعني هي البوابه هيك جايه، تمام؟ هاي لجوه تمام 2 متر. ضغط كم؟ معي كيف معي؟ بتقول لي كيف؟ بقول لك ضغطه سهل، هاي 3 متر، هاي 4 متر، هاي كم بدها تكون مثلث قائم الزاويه؟ 5 متر. والبوابة 5، تمام. لما جبت الشريط هافا كونه في عندي طول وعندي عرض، فالبوابة هي مستطيلة، تمام. هسا شو بدي أسوي؟ أعمل نص البوابة. هسا البوابة هاي طولها 5، نصها 2.5، تمام. نصها 2.5، تمام. شو بعمل أنا؟ لازم أخذ المسافة لعند كملة. هاي المسافة كم بدها تكون؟ هاي 1، هاي 1. شو بعمل؟ بحكي 1 على ساين ثيتا. ساين ثيتا اللي هي الزاوية هاي ثيتا. هاي الثيتا شو ساينها؟ ساينها 4 على 5. يعني ايش؟ هيك انا ضربت 5 على 4، تمام؟ يعني ايش؟ يطلع 1.25. المسافة هاي، هاي 1.25، 2.5. بالتالي السنترويد، او لما احكي انا برشر، تساوي 9810 ضرب الاتش، هي عبارة عن 3.75 اللي هي 2.5 زائد 1.25 مضروبة في ساين الزاوية اللي هي 4 على 5. شو بعمل؟ طلع لي بشر، تمام. طلب مني اوجد قيمة بي، طالب الفورس، هاي مش ضغط، لا فورس. شو بدي اعمل؟ بدي اطلع الفورس. الفورس للبشر هي البشر اللي فوق بالاريا. الاريا كم؟ 5 في 2، تمام. طلعت الفورس، طلعت اموري، تمام. شو بدي اعمل؟ بدي اطلع ايش؟ السنترويد. سنترويد كيف بدي اطلع السنترويد؟ بحكي انا الواي سي بي تساوي واي بار. واي بار حكينا عنه هو 3.75 زائد الاي اكس اكس. شو انا اللي شايفه؟ انا شايف 5، بحكي 5 تكعيب ضرب ظهر جوا 2 على 12 على الاريا. الاريا اللي هي 5 في 2 اللي هي 10 مضروبه في الواي بار اللي هي 3.75. المسافة بتطلع معي حسب ما أنا شايفها، تطلع معي كاملة القيمة 4.305، 4.305. هل من وين لوين؟ من هون للسنتر أوف بريشر. طيب من هون لهون الواحد وربع اللي هي 3.055. بس إيش بدي أعمل؟ بدي أوجد المومنت عند الهنج، مجموع المومنت عند الهنج تساوي زيرو. فبحكي إيه في 3 قوة في مسافة، القوة عمودية، المسافة فوق. إيه في 3 تساوي الفورس اللي بشر طلعتها انا ضرب في المسافة ايش؟ سنتر البرشر لنهاية الصفيحة 3.055، طلع معي قيمة بي. هاي الحل. طلعت اول شي الزاوية ثيتا تان انفرس 4.3، انا عملت 4.535 صح. الاريا 2 في 5، بالتالي انكلايد ديستنس 1.25، الانكلايد سنترويد 1.25 لل2.5. بعدين الفورس هي البرشر في اريا، البرشر هو المسافة زاوية ضرب جاما بالاريا، اريها مشان الفورس، فبتطلع 294. بعدين الواي سي بي بحكي 3.75 زائد 5 تكعيب في 12، 3.75 في 5، اخذت المومنت طلعت معي 299.7. نجي لاخر سؤال. اخر سؤال بقول لك اذا ابعاد البوابه 6 في 4 من رياكشن عند النقطه اي، هون في عندي ستوب. طب اللي هو زي سبورت او زي الهند، باخذ المومنت عنده بيساوي 0، خلاص اموري. فكرة السؤال هذا، السؤال هذا البواب جاي بهذا الاتجاه، زاوية ايش؟ مع العمودي. بالتالي شو بدل الساين بصير كوساين، لانه الزاوية مع الواي. لو الزاوية مع الاكس خذ ايش؟ الساين. كونها الزاوية مع الواي خذ كوساين. بالتالي برشر، وبدي احكي المسافة. شو المسافة؟ هاي 3 اقسمها على كوساين 30، 3 كوساين 30 مع لها كم؟ نص الست اللي هي 3. ايش الاتش؟ ما اضربها بكوساين 30، الواي بار كامله، هاي كلها واي بار. واي بار اللي هي الاتش اللي بدي احسبها مشان الضغط، مضروبه في جاما 9810. انا ايش عملت؟ طلعت البرشر. اذا بدي الفورس بضربها بالاريا، كم الاريا؟ 6 في 4، بضربها ب 24 طلع الفورس. انا طلعت الفورس، بسوي هسه بعدين طلع الرياكشن عند النقطه اي، لهذا ار اي مثلا. هون ايش الفورس؟ الفورس ايش بدي اعمل؟ بدي
اوجدها بتكون عند سنتر اوف بريشر، توجد السنتر اوف بريشر مع المسافه هاي مع المسافه الصغيره، المسافه الصغيره هي اي اكس اكس اللي انا شايفه، شايف 6 6 تقريب، بعرضها 4 12. الواي بار، الواي بار ايش اللي حكينا 3 على كوسين 30 زائد 3 اوف الاريا. يلا شوف معي الديستانس 3 على كوسين 30، السنترويد زيد 3 ل 3.4، واي سي بي واي بار زائد اي اكس اكس ونفسه فرونت سيرفيس. شو بعمل هاي 6.9 على السيرفيس، انا داشين منها 3 كوسين 30 تساوي 6. لا خلص هي بس هاي فرونت سيرفيس هون، يعني هون قصدي انا، لا لا المقصود في هاي 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 3.46 الار اي، هاي قيمه الفورس 6 ناقص ايش ناقص السنترويد اعطاني المسافه هون بكل بساطه، بكل بساطه هاي المسافه من هون لهون 3 للقوه 3.46. شو عملت مسافه كامله 6 شيل منها 3.46 بتطلع 2.536، بكون هذا الجزء خلص. الجزء الجاي راح يكون الكيرف، كانه عليه سؤالين فقط، نحكي سؤالين أسئلة وطلع علينا، يعني طلع علينا تقريبا فيديوهين وبخلص الفيديوهات. ثلاث فيديوهات، يعطيكم ألف عافية.